طيب نشوف وين وصلنا اخر مره. هي حكينا انه عندي هون conservation of mass، فرضنا هون انه عندي هذا v constant بحاله عامه دي رو في دي تي بتساوي دبليو 1 دبليو 2 ماينس دبليو. اذا فرضت انه في كونستنت راح تصير هذه الكميه زيرو، فبصير عندي دبليو 1 زائد دبليو 2 ماينس دبليو بتساوي زيرو، او دبليو بيساوي دبليو 1 زائد دبليو 2. اذا طلعنا على كومبوننت A، كميه كومبوننت A اللي داخله هي دبليو 1. انا راح اخذ هون ستيدي ستيت فاليوز، فعندي هون دبليو 1 اكس 1 زائد دبليو 2 اكس 2، هاي الكميه اللي داخله عندي من A تساوي W اللي طالع من هون اللي عم باخذه للبرودكت X. احنا عم نفترض انه انا عندي X S P هو الاوتبوت اللي انا بدي احاول احققه، فبدي اوصل يعني التارجت او الايم او الجول لما تصير عندي set point. والديستربنسز كان قلنا هذول ديستربنسز احتمال x1 ديستربنس و w1 ديستربنس، واحنا راح نتحكم ب w2. هلا خلينا نفترض كافتراض حتى نطلع ستاتيك موديل. لو فرضنا انه كل x هون، كل الفلويد اللي داخل من هون x2 تساوي 1، فمعناها كل الفلويد اللي عم بدخل من هون راح افترض انه المحتوى تبعه هو a، وانا راح اصير اغير W2، فراح يصير عندي هون manipulated variable و W، فدول راح يكونوا disturbances X1 و W1 راح يكونوا disturbances. بدنا نحاول الان نطلع static model، نطلع static model. انتم ما عمركم اشتغلتوا على static model قبل هيك مضبوط؟ دائما كنتوا تعملوا دايناميك مودلز. فكرة الستاتيك موديل بتقول انه انا اذا عندي فاريبل بده يتغير من قيمة، بدي اغيره لقيمة جديدة، هاي الاكس فاينل وهاي اكس انيشال. كل ستاتيك موديل بقول لي اذا انت بديت من اكس انيشال بامكانك توصل الفاريبل هذا لاكس فاينل بعد فترة كافية. بس ما بحكي لي ايش اللي ما بحكي لي يا ستاتيك موديل؟ ما بحكي لي ترانزيت، ما بحكي لي كيف بنتقل من قيمة لقيمة، أحيانا هذا مفيد. إذا عندي هون أنا راح يكون X1، لو أخذنا ردينا هاي المعادلة اللي موجودة هناك، فعندي X1 بار W1 بار زائد، أنا راح أحط واحد محل X2، راح يصير عندي هون W2، وهدفي اني اوصل اكس بار لاكس اس في دبليو من هون. هلا السؤال اللي بساله ايش اعمل في دبليو 2 لما يصير في تغير في التانيين حتى اوصل اكس اس بي؟ راح اعوض محل دبليو اتخلص من دبليو، راح اعوض محل دبليو دبليو 1 زائد دبليو 2، فهي بتصير عندي هون اكس 1 بار دبليو 1 زائد W2 تساوي XSP في W1 زائد W2، كلهم هذول ستيدي ستيت فاليوز. هلا بدي انقل W2 على جهه، فبصير عندي هون W2 ماينس XSP W2 لما بجيب هاي الكميه تساوي XSP W1، وراح اجيب لهاي الجهه هون ناقص X1 بار W1 بار. نطلع W1 برا، بضل عندي جوا X SP minus X1 يساوي W2 في 1 minus X SP، فبصير عندي W2 بيساوي W1 X SP minus X1 على 1 minus X SP. ايش تحكي لي هاي المعادله؟ بتقول لي المانيبيوليتد فاريبل تبعك هو W2، فانت عندك فالف من هون، والكنترولر تبعتي الان اللي سالني امبارح فروخ، انت سالتني عن الفيد فورورد، هون عندي فالف، قلنا ايش هذا نوع الفالف؟ بروبورشنال از اوبوز تو
on off. يعني هذا الفالف هون proportional مش on off مش on off control. هذا proportional valve. فهذا الفالف له فتحة مختلفة وفي له value راح أدخل عليه value وهذا بقدر أعمل له automation وأدخل هون electrical signal. والالكتريكال سيجنال راح يتغير البوزيشن تبع هذا الفالف وفي ورا الفالف طبعا بامب من هون والبامب عماله بتضخ المحلول اللي كله بالحاله هاي كله بالحاله هاي ايه لما حطينا اكس 2 بتساوي 1 صار المحلول كله ايه فالمساله هون بتقول انه انا في عندي خليط اصلا فيه اي وبي الخليط اللي موجود فيه اي وبي انا مش متاكد انه اكس 1 اللي هي نسبه اي بهذا المحلول هي النسبه اللي انا بدي اياها بمعنى انه اكس 1 لا تساوي اكس اس بي ولذلك انا بدي اعدل نسبه A في هذا المحلول بحيث انها تصير توصل للقيمه اللي انا بدي اياها بدي اوصل هاي التارجت هاي الجول تبعي اني اوصل x بتساوي xsp اللي هي السيت بوينت فبدي هذا المحلول لما يطلع من هون تكون هاي نسبه A ايش الاشياء اللي متوفره اللي انا اتحكم فيها اللي سميناها المانيبيوليتر فيربل هي w2 فانا بتحكم ب w2 عن طريق اني اتحكم بفتحه الفالف ما في عندي بامب البامب بتحاول تضخ كميه معينه لكن كميه الضخ هاي او كميه الفلو اللي بصير الناتج هو بصير ناتج عن الفالف اللي موجوده هون فاهمين هاي الفكره كان بامكاني طبعا اعمل طريقه مختلفه كان بامكاني البامب نفسها اغير سرعتها مزبوط كان بامكاني ما احط فالف هون كان بامكاني احط بامب والبامب اغير سرعتها بحيث اني اغير الفلو تبعها هاي طريقه ثانيه بخلي البامب سرعتها كونستانت الفلو السرعه والفولتج اللي عليها كونستانت بغير الفلو الان عن طريق تغيير السيتنج تبعت الفالف اللي موجوده من هون هلا اللي راح يصير معي في اي لحظه من اللحظات بعرف انا اكس اس بي عارفها مضبوط اكس اس بي انا عارف قديش قيمتها عارف ايش اللي بدي اياه عارف بدي القيمه اللي توصلها مين راح يتغير معي W1 و X1 هلا لو فرضا خلينا نفترض انه اسيوم W1 is constant and X1 is variable. ايش يعني X1 is variable؟ يعني هذا هون الكمية الضخ اللي بتيجيني من هاي المادة constant ثبتها بس محتوى A فيها متغير فصار عندي هون X1 متغير و W1 constant ما دام W1 constant ما في حاجة أقيسها مين اللي لازم أقيسه؟ X1 شو راح اعمل الان هون؟ راح اركب سنسر مثلا او ترانسميتر زي ما بسموها بال وراح تعطيني اشاره كهربائيه، الاشاره الكهربائيه هي ايش بتمثل لي؟ X1 اذا انا بقيس X1 من قياسي ل X1 باخذ X1 باي قانون بدخلها؟ هون XSP انا عارفها انا حطيتها W1 constant عارفها من البروسيس من هون لو عوضت هذول هون ايش بعطوني؟ وين باخذ W2 وين بوديها؟ على هاي فبصير عندي لو بدنا نرسم البروسيس هاي كأني عمالي بقول هون في عندي الكنترولر كنترولر راح اقيس راح يدخلها هون X1 في داخلها مخزن XSP و W1 constant XSP احنا غيرناه لاحظوا هون ما طرحنا احنا XSP من شيء ما طرحناش منها شيء لانه فيش عندي فيدباك هذا هون فيد فورورد كنترول بتطبق القانون هذا الموجود هون قانون W2 فبيطلع معي من هون W2 بدي اخذها اوديها على الفار و X1 بتيجيني من السنسر اللي داخل فبصير كل اللي بعمله كل ما تغير السنسر اللي هون السنسر اللي هون قال لي انه X1 عم بقول لي انه محتوى X1 محتوى هذا الفلويد اللي جاي من A تغير بدخلها هذه على الكنترول الكنترولر تبعتي عباره عن ايش هون بالحاله هاي هي قانون بس هي هذا القانون مش هيك؟ شايفين هذا القانون هون؟ بطلع منه القيمة اللي أنا بدي إياها بطلع الـ W2 كل ما تغير معي X1 بغير W2 بتغير معي هذا ما بعرف أنا X1 أنا X نفسها مش متأكد إنها صحيحة تحققت ولا ما تحققت
اللي بدي اياه، لاني انا مش عامل فيدباك، انا كل اللي عامله هون فيد فور. اوكي واضحه هاي الرسمه. هلا لو مسكنا هاي الرسمه هون ونقلناها هون، هاي بتصير مشبوك، هاي W2 جاي من الكنترولر، هاي طالعه من هون وراح من السنسر ورايحه على الكنترولر. فالفاريبل اللي بقيسه X1، الفاريبل اللي بتحكم فيه هو W2.